هي طيبة للجميع. نمر إلى التمرين 12 صفحة 64 لنحو المعادلة التالية. نبدأ بالمعادلة الأولى، إكس كاري ناقص 13 تساوي صفر. إذا كما كتلاحظوا هنايا، هنا إلا بغينا نحلوها بطريقة مباشرة أو لا بمتطابقة الهامة. إذا احنا غنستعملو الطريقة المباشرة. إذا هنا إكس كاري هذا مجهول رجعو للطرف الآخر يولي 13. إذا شنو كيعني هذا؟ كيعني إكس يساوي جذر ديال هذا 13 أو إكس تساوي ناقص جذر 13. إذن للمعادلة حلين هما يا إما ناقص جذر 13 أو زائد جذر 13، عفوا حلين و ماشي أو، حلين جذر 13 و ناقص جذر 13 وزائد جذر 13. هنا غادي نستعملوا هذه الطريقه والطريقه الاخرى نفس الطريقه. هنايا لدينا، اذا ممكن تعمل هنايا، عندك اكس كاري ناقص هذه نكتبها على شكل عدد اس 2، ما كاينش عدد صحيح، اذا نقدر ندير جذر 2 الكل اس 2 تساوي صفر. ومنه اذا هذه غنعملوها على شكل متطابقه هامه. شنو غتعطينا؟ غتعطينا اكس ناقص جذر 2 عامل اكس زائد جذر 2 تساوي صفر، يعني على شكل أ ناقص ب عامل أ زائد ب. إذن هذا كيعني بلي أن إكس ناقص جذر جوج تساوي صفر، أو إكس زائد جذر جوج تساوي صفر. إذن يعني إكس يساوي جذر جوج، أو إكس يساوي ناقص جذر جوج. إذن هذا كنرجعو للطرف الآخر يولي ناقص، هذا نرجعو للطرف الآخر يولي زائد. إذن للمعادلة حلين هما جذر جوج وناقص جذر جوج. بحال هذه الطريقة، بحال هذه، شوف اللي سهلة، ولكن هذه بقاو تذكروها دائما، هذه هي اللي سهلة. نمشيو لهنا، جوج إكس كاري ناقص واحد تساوي صفر. إذا هنا شنو غادي نديرو؟ واخا نستعملو كاين جوج طرق، هنا نستعملو بحال هذه، عندك إكس كاري جوج إكس كاري تساوي واحد. شنو درنا؟ رجعنا هاد واحد للطرف الآخر، يعني أن إكس أس إثنان تساوي واحد على إثنان. يعني شنو كيعني هذا؟ كيعني إكس يساوي زائد واحد على جذر جوج، أو لا إكس يساوي ناقص واحد على جذر جوج. عفوا حتى هذاك واحد ندخلو، أنا غير حسبتها مباشرة. إذن ومنه يعني للمعادلة حلين هما زائد واحد على جذر جوج وناقص واحد على جذر جوج. الجذر واحد هو واحد، أي زائد جذر جوج على جوج وناقص جذر جوج على جوج. من هنا لهنا غير بسطت وصافي، ضربت هنا في جذر جوج، هنا في جذر جوج، باش نعطيك هنا جوج، هنا نعطيك جوج، هنا جوج وهنا جذر جوج. إذا جوج ديال الحلول هنا كاينين، كاين جوج الحلول، إس يساوي كاين زائد جذر جوج على جوج، كاين ناقص جذر جوج على جوج، جوج ديال الحلول. دابا غادي نمشيو لهنا، معادلة 4 إكس كاري ناقص 3 تساوي صفر. لدينا نقدرو هنا نعملو، نقدرو واخا هنا غنديرو طريقة التعميل. 4 إكس كاري هي جوج أس 2 إكس أس 2 ناقص، وهاد 3 هي جذر 3 أس 2 تساوي صفر. هنا هي جوج إكس الكل أس 2 ناقص جذر 3 أس 2 تساوي صفر. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نعملو أ ناقص ب عامل أ زائد ب تساوي صفر. فينا هي أ؟ هي جوج إكس. فينا هي ب؟ هي جذر 3. إذا كشنو كيعني؟ كيعني أن جوج إكس ناقص جذر 3 تساوي صفر، أو جوج إكس زائد جذر 3 تساوي صفر. يعني جوج إكس تساوي جذر 3، أو جوج إكس تساوي ناقص
جذر 3 يعني اكس تساوي جذر 3 على 2، ها واحد الحل، او اكس تساوي ناقص جذر 3 على 2. اذا للمعادلة حلين هما جذر 3 على 2 و ماشي او وناقص جذر 3 على 2، جوج ديال الحلول. هنا بنفس الطريقة هنا عندنا الاختيار ندير اللي بغيت، جوج اكس كاري بلس 3. واخا هنا شنو غادي ندير؟ لدينا هنا حالة خاصة، واخا جوج اكس كاري زائد 3 تساوي صفر، يعني جوج اكس كاري تساوي ناقص 3 هكاك. اي شنو درنا؟ هذا رجعنا للطرف الاخر، دابا اكس كاري تساوي ناقص 3 مقسومة على 2. وفين عمركم شفتوا شي عدد كيكون اس اثنان وكيكون سالب؟ هذا لا يمكن. اذا هذه ما عندهاش الحل هذه المعادله، بما ان لاحظ الطريقه، بما ان اكس اس اثنان اكبر قطعا اكبر او يساوي صفر، فان هذه المعادله ليس لها حل. علاش؟ لان هذا الشيء اللي خرجنا حنايا هنايا خرجنا سالب، وحنا كنعرفوا دائما اكس كاري اي عدد اس اثنان يساوي اكبر او يساوي صفر، يعني من صفر وجبد الفوق. لدينا اذا هنا نفس الطريقه، اكس كاري تساوي ناقص واحد. شنو كيعني هذا؟ بما ان هاد اكس كاري اكبر من او يساوي صفر، فان هذه المعادله ليس لها حل. اذا غير تلقى اكس كاري سالب ما عندهاش الحل. شكرا على حسن المتابعه، الى التمرين.